بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله ده الفيديو التاني من شرح الديب فريزر اللي هو الابراج. احنا الفيديو اللي فات شرحنا ديب فريزر اللي هو البيكو السبع درج التقفيل التركي، وقلنا نسينا نقول السعر بتاعه. هو عامل يا جماعه 13,500، 13,500 وغلي 1,500. كان تقريبا اخر مره الكلام ده من شهر كان عامل 12,000 جنيه، بس الاسعار غليت والحاجات دي اصلا استيراد من بره، فجمارك وضرايب ودولار، فالاسعار غليت يعني جامد، غلي 1,500 في خلال شهر. النهارده بقى جايبين دي فريزر وايت ويل. وايت ويل انا حبيت اشرحه ليه؟ لان ده فيه ميزه مش موجوده في اي دي فريزر تانيه، اللي هي ممكن اشغل الفريزر ده اشغله تلاجه. اشغل الفريزر يعني ده دي فريزر ممكن اشغله تلاجه، هقول لكم ازاي. اول حاجه مع ده ديب فريزر وايت ويل بيكون ضمانه 3 سنين، 3 سنين بيكون صناعه مصري. اما البيكو اللي احنا شرحناه في الفيديو اللي فات بيكون صناعه تركي وضمانه 5 سنين. ضمان 5 سنين بيسري من تاريخ شراء الفاتوره او التاريخ اللي موجود على الفاتوره اللي حضرتك خدتها من المعرض. طب لو التاريخ مش موجود او مش باين في الفاتوره، فالضمان بيبتدي بعد 6 شهور من تاريخ انتاج الديب فريزر. يعني لو الديب فريزر انتاجه مثلا 6/2020، هيبقى الضمان بتاعه بادئ من 12/2020، بعد 6 شهور من تاريخ الانتاج. ده في حاله ان الفاتوره بتاعه الديب فريزر البيكو اللي انت اشتريته ضاعت او التاريخ مش باين في الفاتوره، فهيصل الضمان من تاريخ انتاج الديب فريزر لمده 5 سنين. اما ده ضمانه 3 سنين، 3 سنين من تاريخ الشراء، ضمان وايت ويل ديب فريزر. قلنا الميزه اللي فيه اللي هو ممكن اشغله بدل الفريزر اشغله تلاجه. بصوا يا جماعه ده بيقولوا عليه استانلس، فاحنا جبنا اهو، جبنا مغناطيس، مغناطيس المشهور بتاعنا، مغناطيس السفير. المغناطيس ده بيبين لي ده استانلس ولا صاج. طبعا احنا عارفين الصاج ده نوع من انواع الحديد، فالحديد بينجذب للمغناطيس، اما الاستانلس الخام البيور ما بيلزقش فيه المغناطيس. فاحنا هنجرب كده ونشوف. بسم الله، لزق. يبقى ده يا جماعه مش استانلس، هو مديني شكل الاستانلس ده يعتبر صاج. نبص كده برده من الجناب، برده صاج. والجناب يا جماعه من الصوف الحراري عشان الديب فريزر ما يسخنش. وعندي من الظهر برده اهو يا جماعه صاج برده. وعندي كل حاجه متعلقه بالديب فريزر، الموديل بتاعه، وعندي اهو ميدن ايجيبت، والوزن بتاعه 61.5 كيلو، 220 لتر، بياخد لحد 280 واط. تمام. عندي استهلاك الطاقه، عندي التصنيف بتاعه، طبعا التقفيل بتاعه حلو من الظهر، فيما عدا بعض الملاحظات. بعض الملاحظات زي ما انتم شايفين كده، انا التقفيل المصري مش بيعجبني اصلا. نرجع بقى للمرجوانه. بصوا يا جماعه الديب فريزر ده، نبص كده على الموديل ونبص على الابعاد. دي بطاقه الكفاءه بتاعته اهي، ده ديب فريزر نو فروست، الماركه وايت ويل، الموديل بتاعه 3067 MSS، الساعه بتاعته 220 لتر، بالقدم القديم بيبقى 9 قدم، بالقدم الجديد 7 و8 قدم. بنجيب القدم القديم ازاي؟ بنقسم 22 على 24. تمام يا جماعه. نبص بقى كده على استهلاك الكهرباء الشهري بتاعه. استهلاك الكهرباء في الشهر بتاعه 34 كيلو وات في الساعه، يعني الكيلو ب 50 قرش، فهو هيستهلك معايا تقريبا 16 جنيه. ده في اول شريحه اللي هي 100 كيلو، لو انا دخلت في اول شريحه. هو جايب لي هنا على مستوى البي، بس احنا كده كده ما بنبصش على المستوى بي والايه والكلام ده، احنا بنبص على الرقم اللي موجود هنا في استهلاك الكهرباء بتاعه. ده وايت ويل اهو. نبص بقى على الديجيتال، ازاي بنخلي الفريزر ده يشتغل ثلاجه. بص يا جماعه، صلوا على النبي. انا عندي فيه ارقام على اليمين من اول سالب 16، دي اقل حاجه، يا رب تكون باينه، بس اهي سالب 16 اقل حاجه لحد سالب 24. وعندي ارقام على الشمال من 8 لحد 2. تمام.
وعندي فيه زرارين، زرار اهو وزرار اهو. هو بيقول لي فريدج فريزنج هولد 3 سكند، يعني لو عايز تبدل بين الفريزر والثلاجه تدوس على الزرار ده 3 ثواني. بصوا يا جماعه، انا اول ما اخد الديب فريزر ده في البيت، اخده اول ما اخده في البيت بسيبه كده 12 ساعه من غير ما اشغله، من غير ما احط فيه شيت الكهرباء. لازم احطه في المكان اللي اتحط فيه الديب فريزر في البيت، عشان بيكون مع النقل والحركه غاز التبريد اتحرك، فممكن لو انا شغلته على طول الماتور يتحرق، فلازم اسيبه 12 ساعه على الاقل الديب فريزر بالذات. لكن الثلاجه بسيبها من 4 ساعات ل 6 ساعات. بص، اول ما احط الفيشه يا جماعه بيجيب لي، اول ما احط الفيشه بيجيب لي على سالب 18، اللي هو احنا قلنا الارقام اللي على اليمين دي بتاعت الفريزر، بتبتدي من قليل سالب 16 للاكبر حاجه اللي هي سالب 24، وفي الفاست فريزنج التبريد السريع. تمام، لو انا عايز ابدل بقى اخلي الديب فريزر بدل ما هو شغال على الارقام اللي على اليمين دي اللي هي ارقام الفريزر، عايز اخليه يشتغل على ارقام الثلاجه، بعمل ايه؟ بدوس على الزرار ده 3 ثواني، 1 2 3، هينقل لي بقى من الارقام اللي على اليمين، مثلا هو واقف على سالب 18 هينقل لي مثلا على رقم 4 كده. هو نقل لي بدل الفريزر ما شغال فريزر هيشغله تبريد بس، يعني مش تجميد، هيشغله تبريد، وخصوصا الديب فريزر ده نو فروست. طيب هو جاب لي على 4، يبقى كده الارقام اللي على الشمال دي دي ارقام الثلاجه، فانا عايز اخليها مثلا ازود شويه اخليها على 3، بدوس ايه؟ بدوس على الزرار ده، الزرار ده بينقل لي بقى، بيزود لي بقى ايه التبريد بتاع الارقام اللي على الشمال، او التبريد بتاع الارقام اللي على اليمين. طبعا بيبتدي هنا من قليل لحد ما يعلى لحد تحت، يعني كل ما الرقم كده نزل 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 كل ما التبريد او التجميد زاد عندي. ده كل حاجه متعلقه بالتبريد والتجميد. الزرار يا جماعه اللي هو ده بتاع التجميد السريع، التجميد حط تحت كلمه تجميد 100 خط اللي على اليمين، وده بتاع التبريد السريع، ده تبريد وده تجميد. يبقى ده بتاع الثلاجه تبريد سريع للثلاجه، ده تجميد سريع للفريزر لما انا بشغل الارقام اللي على اليمين بتاعت الفريزر، وده الفاست كول اللي هو التبريد السريع بتاع الثلاجه نفسها. طيب يا جماعه، موضوع التجميد السريع والتبريد السريع ده بيعمل ايه؟ وظيفته ايه؟ ده بيلغي الترموستات اللي موجود في الفريزر، الترموستات اللي هو بيفصل الثلاجه لما يوصل لدرجه تبريد معينه، عشان ما يستهلكش كهرباء طول اليوم من غير ما يفصل شويه. لا، هو بيلغي الترموستات ده، بيفضل الديب فريزر شغال فاست كولينج او فاست فريزنج طول اليوم من غير ما ايه؟ ما يبطل، فممكن لما تلاقي الماتور بيسخن. ده بستخدمه لوقت الضروره، مثلا بستخدمه امتى؟ اول ما اجيب الديب فريزر فحطيت الاكل بتاعي في الديب فريزر فعايزه يبرد بسرعه او يجمد بسرعه، لو عايزه يجمد بسرعه بدوس على الزرار ده اللي هو التجميد السريع، لو عايزه يبرد بسرعه بدوس على الزرار ده اللي هو التبريد السريع. بس ده كل حاجه يا جماعه عن الشاشه الديجيتال او التجميد، يشتغل فريزر ولا يشتغل ثلاجه، عشان الناس ما تسالنيش تاني. نبص كده، ممكن اغير اتجاه الباب، يعني بدل ما الباب بيفتح من هنا يا جماعه، بصوا هو كده كده جايب لي المقبض منفصل، يعني جايب لي المقبض لوحده في كرتونه اهو. اه يا جماعه، ده المقبض اهو جايبه لي في كرتونه لوحده، وحاطط لي ايه المسامير بتاعته في الـ الباب الفريزر. هو جايبه كده، هو جايبه منفصل، انا هركبه بمفك، افك المسامير واركبه، سهل جدا. طب ايه تاني جايب لي معاه؟ بص، جايب لي معاه دي المفاصل عشان اغير اتجاه الباب، شايفين المفاصل دي؟ عشان اغير اتجاه الباب، بدل ما الباب يفتح من هنا ممكن اخليه يفتح من هنا، هنا في تجهيز اهي، ممكن اخليه يفتح العكس. فاهمين يا جماعه؟ وده طبعا الورق والكتالوج والضمان بتاعه. ده باب الفريزر اهو زي ما انتم شايفين. نتكلم بقى على الابعاد بتاعته من بره. ده ضمان 3 سنين. بص يا جماعه، العرض بتاعه 59 سنتي، العمق من الجنب 61 سنتي، الطول متر و70 سنتي، يعني العرض من اول هنا كده لحد اخر نقطه كام؟ 59 سنتي. العمق من الجنب من اول هنا كده تمام لحد اخر نقطه 61 سنتي. الطول بقى من الارض لحد اعلى نقطه فيه كام سنتي؟ متر 70 سنتي. طبعا ده خدمه العملاء بتاعت شركه وايت ويل 19118. نبص بقى ايه هنا، احنا قلنا الجناب من الصوف، الصوف الحراري عشان السربنتينا بتكون في الجناب، على عكس الديب فريزر البيكو كانت السربنتينا بتكون خارجيه، عندي خارجيه اهي، لكن هنا السربنتينا بتكون في الجناب، فعشان كده عامل لي صوف صوف صناعي من الجناب عشان السربنتينا بتكون في الجناب عشان ما تسخنش، لان الصوف ده بيقلل الحراره شويه ما بيخليهاش تسخن بسهوله. عندي اللوح من ورا اهو، في لوح الومنيا موجود عندي. نبص كده بقى على الماتور وغاز التبريد، ده الماتور بتاعه يا جماعه اهو، الموديل بتاعه بي زد 80 اي 1 اي.
معرفش الموتور ده مش كاتب عليه صناعه ايه، فما علينا. هنبص بقى على غاز التبريد ار 600 ايه. انا قلت لما نجيب اي ثلاجه او ديب فريزر نجيب غاز تبريد ار 600 ايه، لان الار 600 ايه بيكون غاز تبريد مستورد مش محلي، بيكون خفيف، تبريده بيبقى اقوى، بيستهلك كهرباء اقل. لكن الغاز التبريد ار 134 بيكون غاز تبريد محلي، بيكون غاز تقيل، بيبرد ببطء، تبريده ما بيبقاش قوي زي الار 600 ايه، فبيستهلك كهرباء اكتر وبيسخن اكتر. وفي قطعه بلاستيك الموجوده دي بينزل عليها الميه عشان تبرد على الموتور برده وتتبخر لوحدها من سخونيه الموتور. التقفيل كده نبص على التقفيل، انا قلت التقفيل في ملاحظات عليه. يبقى انا الديب فريزر ده ينفع غير اتجاه الباب، ينفع اشغله ثلاجه او اشغله فريزر دي او دي. نشوف بقى في كام رف، ادي رف اهو، ادي التاني تمام. والرف بيبقى فيه لوح ازاز مش بايركس، لوح ازاز تمام. نشوف بقى هل كل تحت درج فيه، هل تحت كل درج بيكون فيه لوح ازاز ولا لا. ده اول درج كده معانا، احنا قلنا ده 7 درج فيهم رفين. ده تاني درج معانا اهو، ده الدرج الكبير خالص فيهم بقى اهو، ده درج كبير خالص، ده الدرج قبل الاخير. وفي طبعا الدرج الاخير بتاع اللي ورا الموتور. بص يا جماعه دي الادراج بتاعته، في درج كبير اهو، ده اكبر درج فيهم، وده 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 قد بعض، وفي درج الصغير اللي هو بيكون هو اللي وراه الموتور على طول. بص يا جماعه اللي يميز ده بقى، هنا في رفين، اللي يميز ده عن البيكو ان البيكو بيكون فيه رف ازاز 3 بس، 1 2 3، لكن ده تحت كل درج بيكون رف ازاز. ليه؟ لان في ناس اشتكت من الديب فريزر الواي تويل ان الخامه تحت الدرج بتاعته بتكون ضعيفه شويه، بتكون ضعيفة شوية وبتتكسر بسرعة. فعشان كده هم حاطين تحت كل درج حاطين رف ازاز. تمام يا جماعة؟ اهو ادي عندي رف ازاز، ادي التاني، ادي التالت، ادي الرابع، ادي الخامس، ادي السادس. طبعا دي غرف التبريد اللي بتبرد بتخدم على كل رف، وهنا برضه اهي غرف تبريد بتخدم على كل رف. الدرج ده ما فيهوش، الرف ده ما فيهوش، ولا اللي تحتيه. تمام؟ ده طبعا رف، هو نظام دلوقتي بيعمل رف مش بيعمل درج. ليه؟ هو بيعمل لك رف للحاجات اللي هي هتستخدمها بتفتحها كل شويه، بدل ما تزق الدرج من جوه وتطلع الحاجه، لان الدرج بيكون محمل حاجات كتير. فهو بيسهل لك العمليه، بيخليك رف كده تمام. بيكون ليه زي باب كده تحطي فيه الحاجات اللي انت هتستخدميها طول اليوم، استخدميها باستمرار زي ما انتم شايفين كده بالظبط. طب ممكن تقارن بين ده وبين البيكو؟ هو بص يا جماعه ده في ميزه ان هو بشغل الديب فريزر ثلاجه، البيكو ما فيهوش. ده ضمن 3 سنين، البيكو ضمن 5 سنين. ده صناعه مصري، البيكو صناعه تركي. انا شايف هنا في ميزه، بيكون في رف ازاز تحت كل درج، هناك في بس اول ثلاث ادراج هم اللي تحتيهم رف ازاز. الميزه الثانيه التقفيل بتاع البيكو بيكون انضف شويه، لان انا شايف التقفيل هنا متواضع، يعني متواضع حبتين تمام. ايه تاني الميزه برضو اللي موجوده في الديب فريزر البيكو؟ ان الدرج بتاعه بيكون خامته اتقل شويه ومحمل شويه على عكس ده. طبعا هنا الادراج بيكون فيها فتحات عشان التبريد يتنقل من تحت لفوق. بس يا جماعه ده كل حاجه على الديب فريزر، يا رب اكون شرحت كل حاجه وما نسيتش اي حاجه. ده يا جماعه سعره، هقول لكم سعره لان هو مش موجود خالص من فتره، بس هشوفه لكم ان شاء الله. بس يا رب نكون شرحنا كل حاجه. اتمنى دعمكم باشتراك في القناه وعمل اعجاب وتفعيل زر الاشتراك عشان اي فيديو جديد ان شاء الله لاي منتج جديد ينزل السوق اشرحه لكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.